التقرير الشهري المتعلق بالبحث غير الموفق عن المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نبدأ من إضراب هيئة التنسيق النقابية. طفح الكيل، شعار رفعته حنان أستاذة في ثانوية الخيام، تشارك في الاعتصام في ساحة رياض الصلح أمام السراي. اعتصام نظمته هيئة التنسيق النقابية التي تنضوي تحت لوائها نقابات وروابط المعلمين والأساتذة في القطاعين العام والخاص وموظفي الإدارات العامة، كلهم قرروا الابتعاد عن اتحاد العمالي العام لاتهام قيادته بالتواطؤ مع أطراف في الحكومة لتمرير قرار زيادة الأجور المرفوض من قبل المشاركين في هذا الاعتصام، والتي رفعت خلاله شعارات تعتبر صيغة تصحيح الأجور مهينة وما أقرته الحكومة غير منصف، غير عادل وغير منصف، لأن أول شيء ما عاد في أقدمية بالوظائف والخبرة التغت وصار الموظف الجديد بياخذ أكثر من القديم. نحن منه تحرك سياسي، لأنه نحن ضنينين على بقاء الحكومة وما تصير حكومة تصريف أعمال، لأنه بدنا حكومة تنفذ وتحقق مطالب. في إسعاف كتير بحق الأساتذة المتعدين وينظروا لنا بوضعنا. وفد من المعتصمين كان توجه إلى السراي للقاء رئيس الحكومة لبحث موضوع تصحيح الأجور، اجتماع لم تكن نتيجته إيجابية فاتخذ قرار بالتصعيد مع إعلان أن هيئة التنسيق ستصبح فريقا في لجنة المؤشر. اذهبوا إلى تصعيد التحرك بشكل تدريجي خطوة خطوة كي تأخذوا حقوقكم. نحن هنا لنقول لمجلس الوزراء المجتمع بعد الظهر هذا اليوم إن قرار تصحيح الأجور قد ولد ميتا. كلمة بوجهها لكل معلمي المدارس الخاصة بلبنان، الدستور اللبناني، القانون اللبناني عاطينا حق بالأضراب، هذا حق مقدس وسنقاضي أي مدير تعرض لأي زمير تحت هذا السقف. سنشهر بأسماء المدراء وأسماء المدارس، وأنا معي البعض منا بمؤتمر صحفي لاحق إذا تأكدنا من هذا الكلام وما حنسكت عليه أمام القضاء اللبناني. دولته ما عطانا أي جواب على هذا الموضوع، مقتنع أنه المرسوم في ثغرات، مقتنع أنه الغلاء أكل أي ليرة بدهم يعطونا إياها زيادة، مقتنع أنه من 3 شهور البلد فلتين بالأسعار. نحن لا نساوم ونحن لا نبالغ، الحكومة يجب أن تتعاطى بموضوعية دون أن تركب رأسها، ونحن أيضا لن نتراجع إلا بتصحيح عادل وموضوعي للأجور. اعتصام هيئة التنسيق النقابي انتهى، ولكنه من دون شك أسس لخطوة أخرى تتمثل بالمؤتمر النقابي العام المقرر في 30 من تشرين الأول المقبل، حركة ستشكل قوة ضغط على الحكومة المنهمكة أصلا بملفات سياسية شائكة. من أمام السراي، جو خولي، MTV.